الحالة ديالي وأنا بابا كان مات 7 سنين هادي وأنا بقى غير خوتي والدار تردمات علينا كنا غنموتو هناك. كلشي المهم تهدم شي تهرس وشي مات شي احنا من غير مساكن معنا دابا فين نمشيو معنا فين نسكنو الله اللي عالم بينا بوحدو. كنا كنتكرفسو في ديورنا دابا عاد زادت المعاناة اخرى ملي طاح الزنزال بقيت شوية. المهم خرجنا عاد مشيت عاوتاني وبدا كيضرب عاوتاني الزنزال بشوية. كنت بغيت نجبد شي حاجة ولكن كانوا غايتاح عليا داكشي اللي بقى. انا وماما وخويا ومراتو ولادو كلشي مشى. شي مساعدة بحال تاع الحوايج للناس بحال الخيمات فاش يكون الناس الغطاء المواد تاع استهلاك كلشي محتاجين وضروري هادو اللي مصابين ان يجيو يعاونهم شويه غير بالدواية على الاقل. حنا في دوار تاع الدرج جامعه تيكوكا. هاد السيده كايتيمه دوك الوريقات وداك الفلوس اللي في الفليسات اللي كيعطيوها الناس المحسنين وداكشي كلشي تردم تحت الارض وما شاء الله وصافي غادي غير هذه حاله من بين مجموعه من الحالات اللي كاينين في الدوار. يعني كلشي داكشي راه ترد تحت الانقاض ما بقاو لا البهيمات لا الوريقات ديال الناس لا دوك الفليسات اللي كاين. هذه كنموذج. هذه مثلا كيتيمه دوك الفليسات اللي كيعطيوها الناس تردموا ليها تحت الارض ومشات كتقلب عليهم شويه ما تردمات عليها داك شويه اللي بقى من سميتو من الحيوط في الدار. ودابا راه مشى كلشي للاسف الشديد. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.